سعيده جدا بيه طبعا كل الحاضرين. انا اسمي ناديه محمد، شاعره وصحفيه في جريده عالم كتاب جريده العالم. عارفينك مش محتاجه تقديم. انت ايه اللي مزعلك طيب يا دكتور؟ الدكتور دايما حابسني كل كلمه بتدوس على قلبي. استاذ فتحي طبعا انا بشكره ان امبارح قلت له بعت لي الروايه بي دي اف، بصراحه يعني حتى ما قاليش انت مين، راح بعتها لي على طول يعني. متشكره جدا يعني. انا صحيح ما خلصتهاش لكن قريت ثلاث ارباعها. هو طبعا ربكتني قوي في الاول المقدمه حضرتك، الاول مثلا 20 30 صفحه لخبطتني، انا مش عارفه هو مين اللي بيتكلم، مين فيهم اللي هو قاعد في الطياره، حسن ولا دي. حاسه انها اي قارئ عادي، انا طبعا انا قارئه عاديه مش هدعي لنفسي غير كده، لخبطتني قوي خلتني اعيد من تاني، ودي حاجه انا مش بحبها في الروايه بصراحه. طبعا برضو الاسماء كتير قوي، يعني اسماء الشخصيات اللي موجوده كتيره جدا، دي برضو بتعمل لخبطه للقارئ. في كمان الاسماء طبعا حضرتك ذاكر مصطلحات كتير نوبيه خاصه باسوان، كان لازم يبقى في فهرس ليها او قول لنا دي ايه. لا دي مصيبه في الروايه انها تديني فهرس. مش مصيبه صح. احنا لا، حضرتك بتتكلم عن مجتمع اسواني بحت، احنا مش اسوانيين، ما حدش يعرف اللغه دي او لجا الا اهلها، فشيء طبيعي كان لازم تفهمني منه. بس اعتقد ان الروايه ما فيهاش كلمات نوبيه. لا في في هي فيها مصطلحات محليه. طيب المصطلحات المحليه دي انا عايزين نعرف ايه دي. طبعا حضرتك شخصيه التور جايد ظاهره جدا بوضوح في حته ايه، تعالى افسحكم اوريكم مثلا المنطقه دي في اسوان شكلها ايه، على النيل الشمس بتاعه اسوان، كل ده شيء جميل. طبعا انا لاحظت طبعا معظم الروائيين الجمال عندهم الشعريه المصريه بشكل رائع، انا شاعره ده شيء جميل جدا بيسعدني في اي روايه بقراها. حته مقارنه الانسان، انك تعري الانسان بطبيعته، قارنت بين الانسان المصري الاسواني الوطني قوي والانسان الروسي، وازاي هما بيحبوا قوي التفاصيل وبيحترموا التفاصيل، احنا هنا ما بنحترمش التفاصيل. عجبني قوي حته ان اولجا اما دخلت البيت الاسواني بتحترم كل تفصيله، حتى في الاكل برامي الباميه واللي احنا كل يوم احنا بناكل وبنشرب وبنعدي، الناس دي لا، بيعرفوا يقدسوا الجمال حتى في الاكل، يحترموا نعمه كل شيء اللي احنا عاده ما بنحترمهاش ما بنشوفهاش. شخصيه حسن كان نفسي قوي تركز على الجدة اللي راحت عرضت نفسها على الجد انها تتجوزه، يعني كامرأة اسوانية اصيلة في التاريخ ده. على فكرة امازيغية، الامازيغ منهم كتير في دول المغرب العربي طبعا. استاذة بتاع تونس اكيد فاهمة دوت الامازيغ طبقة. طب يعني الامازيغ عاملين زي الغجر مش كده، تقريبا اقرب للغجر، اقرب لشخصية الغجر في دول العالم، ليهم لا ليهم تراثهم وليهم ثقافتهم في الزي وفي الافراح وفي كل حاجه. عرق لما تقري شغل الروايه الفنيه الكبير ريمي كوري، تعرفي ان الامازيغ عرق ثابت في نسيج شمال افريقيا. تمام ما احنا في اقرب في دول المغرب العربي، ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا. طبعا وليا اصدقاء منهم. فانا حاسه ان الروايه استاذ فتحي عايزه روايات، يعني انت مختصر 50,000 رواية في رواية واحدة، يعني انت دخلت في مناطق كتير جدا، جغرافيا، تاريخ، رومانسية، حتة سياسة، كل حاجة. فرواية بتحمل في طياتها 10 روايات تقريبا، اعتقد ان عايزة جزء تاني وتفصيلات تانية اكبر، بالذات حتة السد العالي وعلاقة الروس بالمصريين في الفترة دي، احنا حابين كقارئ عادي نعرفها. طبعا عرفتنا اديتنا معلومات كتير منها أن خماراتوف دي الشاعره الروسيه خماراتوف. دي جميله جدا، انا عجبتني قوي، ما كنتش برضو ليا علاقه بيها قوي او اقرا لها. اديتني لقيمه الروايه يعني حاجه موسوعيته فوق اي اعتبار. يعني ما شاء الله. طبعا الروائي ما عشان موسوعيته دي عمل لي روايه مفروض انها تبقى 10 روايات. لا مش مفروض، لا انا حابه انها كان يفصل. لا ما انا اعتباري انا بتكلم لا لا انا باعتباري كقارئ، لا انا حاسه ان هو اختزل زياده عن اللزوم، كنت محتاجين تفصيلات اكبر وفعلا اكبر عن الكلام عن الاسوانيين او عاداتهم او الروسيين علاقتهم بالمصريين، موضوع برضو العمال في السد العالي، الحته دي برضو قليل قوي ما حد بيكتب عنها، بنبقى حابين ان احنا نقرا عنها.
وطبعا متشكره جدا، وروايه جميله، والف مبروك.